ده هتبقى قصة عظيمة. الله يخليك. اسمع محمد، تحب تشتغل في ألمانيا؟ بلد ايه يا حبيبي؟ أنا ليا واحد قريب من أنفس أختي بيشتغل في واحد مصنع كبير. أنت زعلان مني في حاجة؟ لا مش زعلان محمد، بس أنا عاوز أشوف مستقبلك يبقى أحسن. أنت أنا هخسرك هنا، لكن هناك مستقبلك في ألمانيا هيبقى كبير، وكمان هتمسك فلوس أكثر من اللي أنت بتمسكه هنا. ربنا يخليك يا راجل، ربنا يكرمك. أنا أنت عارف إن أنا راجل، أنا جاي لا بعرف أقرا عربي ولا أكتب حتى اسمي بالعربي. هسافر ألمانيا. محمد، ألمانيا وأوروبا المهم مش اتكلم، المهم اشتغل. طيب يا صاحبي هفكر. بقول لك ايه يا فوزي، بس انا عندي مشكله. يعني ايه مشكله؟ انت بتتكلم بجد؟ بتتكلم بجد؟ طب الجيش يعمل ايه؟ استنى بس وبعدين تعالى، انا هكتب قرار قريبي وهات لك عقد عمل جامد. ازيك يا زينب؟ الحمد لله. ازيك يا سامية؟ مش عارف يا جميلة. ايه يا حبيبي يا جميلة؟ مالك معاك ولا ايه؟ خد 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 يا مسعد. ازيك يا حبيبي؟ ازيك ازيك يا سامية؟ ازيك يا سامية؟ اهلا. ازيك يا ست الكل؟ محمد. ازيك يا ام؟ طمني، جبت الباسبورت؟ اه بس بعد ايه؟ صار ياما ما رضوش يطلعوا لي الباسبورت الا بعد ما دفعوا لي 25 جنيه. 25 جنيه؟ قال ايه؟ تأمين. مش عارف تأمين على ايه؟ تقوليش انا اغنى من الحكومة. وجبتهم منين يا ابني؟ ربك بيوفقها ياما، فوت على الورشة وخدت المكافأة بتاعتي. الباسبور اهو. شوف ياما صورتي. أنا خايفة لما تتوفقش في البلد اللي أنت رايحها يا محمد. ما تقلقيش ياما، ان شاء الله ربنا هيوفقني وهكسب. البليله. البليله. الله. خالة لما عرفت ان انت جاي عملتها لك عشان انت بتحبها. تسلم ايدك ياما. طب ما تاخدي بقى والنبي تاكل معايا. بالهنا والعافيه لك انت يا ابني. الله. انا عايزك تطمني ياما. الواد مدحت صاحبي قراي العقد. اصل بيعرف انجليزي. فقال لي ان المرتب كويس قوي، فان شاء الله ان شاء الله هوفر من المرتب وهبعت لك فلوس عشان تفك رهنيه ربع البيت اللي انت رهنتيه عشاني. يا ريت كان عندي اكتر، كنت اديتهم لك يا محمد. ربنا ما يحرمنيش منك ياما. ده لولا ال 50 جنيه اللي انت اديتهم لي ما كنتش هقدر اسافر. لكن ولا يهمك. ربنا هيقدرني ويعوضك عن كل السنين اللي انت شفتيها عشاني ياما. ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه يا ابني. هوب 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 ركعت فين؟ هوب ركعت هوب هوب. بتسيبك من حكاية السفر دي يا محمد، انا خليك تاخد بطولة الجمهورية. لا معلش يا كابتن، خلاص خلاص تذكرة مسافر. انا متأكد مفيش وقتنا غير اتنين وان شاء الله هتغلبهم. معلش يا كابتن. مدحت مؤاخذة يا كابتن، شوف وشك بخير. بالسلامة دي، بالسلامة. سلامة.